للمزيد ينضم إلينا هاتفيا عماد الأزرق خبير الشؤون الآسيوية. بعد التحية سيد عماد، رغم التهديدات الصينية ولكن حطت الطائرة الأمريكية التي تقل رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي في تايوان، بما تفسر ذلك؟ يعني بالتأكيد هذه الزيارة سيكون يعني لها ما لها وعليها ما عليها في العلاقات، في مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، وخاصة أن تايوان تعتبر خط أحمر بالنسبة للسياسة الخارجية الصينية، وهي تعتبر انتهاك، أو الصين تعتبرها انتهاك أمريكي للبيان المشترك للعلاقات المشتركة ما بين البلدين عام 1979، الذي تدشنت من خلاله الدولتين علاقاتهم الدبلوماسية، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية خلاله على احتفاظها أو واعترافها بما يعرف بمبدأ الصين الواحدة وحق الصين في السيطرة على جميع أراضيها بما في ذلك تايوان. والصين تعتبر تايوان هي شأن داخلي صيني، وبالتالي الصين حذرت مرارا وتكرارا من هذه الزيارة واعتبرتها انتهاك لشؤونها وتدخل صارخ في شؤونها الداخلية، وأعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع الثمن غاليا إذا تمت هذه الزيارة، وهذه الزيارة قد تمت بالفعل. وبالتأكيد الجميع في انتظار ما يمكن أن تقوم به الصين، وهو ما تحذر منه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل التحركات العسكرية الصينية في محيط تايوان. والصين كانت قد أعلنت الأجواء التايوانية، أعلنت حظر جوي في المجال الجوي. ما هو المتوقع في القادم من الساعات، خاصة أن نانسي بيلوسي على لسان بعض المتحدثين في الخارجية الأمريكية ربما تغادر تايوان غدا في الخامسة؟ يعني لا أتصور أن الصين، لا يتوقع أن تقدم الصين على أي عمل عسكري، سواء في وجود بلوسي او في بعد مغادرتها، واتصور ان الصين قد تلجا الى الحلول السياسيه، وانها قد تلجا الى فرض عقوبات ما على الولايات المتحده الامريكيه كتقليص العلاقات الدبلوماسيه، كفرض عقوبات تجاريه، كمطالبه الولايات المتحده الامريكيه بتسديد جزء من دونها المستحقه للصين. ولكن لا اتوقع ان يعني يتطور الامر الى مواجهه عسكريه، ولان الصين تعرف جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تجر الصين الى مواجهه، الى اعمال عسكريه تستطيع من خلالها عبقريه الصين. لكن الصين على لسان بعض متحدثيها الرسميين في وزارات مختلفه من وزاره الدفاع اعلنت عن بعض التحركات العسكريه قرب تايوان، بما تفسر هذا الامر؟ وما المتوقع من هذه التحركات؟ هل هناك مناوشات ربما؟ هل هناك اي تحركات على الجانب التايواني او ما بين الحدود ما بين تايوان والصين؟ يعني الصين اعلنت وبالفعل بدات فعلا مناورات عسكريه بالذخيره الحيه قرب خط الوسط الذي يفصل ما بين الحدود الصينيه والتايوانيه المائيه، في المقابل تحركت قطع بحريه امريكيه توخيا لحدوث اي رد فعل او اي فعل عسكري صيني. ولكن يعني لا يتوقع ان تقدم الصين على عمل عسكري ما، لان الولايات المتحده الامريكيه اعلنت انها يعني ستقف مع تايوان في اي اعتداء صيني، وبالتالي اي اعتداء صيني على تايوان هو اعلان حرب ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، خاصه وان يعني في هذا الوقت اتصور ان الصين وروسيا لا يريدان ان يفتحان جبهه ثانيه مع الولايات المتحده الامريكيه مع وجود جبهه اوكرانيا، وبالتالي ينشغل او ينقسم الجهد الصيني الروسي في المواجهه الغربيه ما بين اوكرانيا وما بين تايوان. وهي الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تكون تجر الصراع وتنقل الصراع الى ان يكون الصراع داخل الاراضي الصينيه او في الصين، وليس بالقرب من الولايات المتحده الامريكيه او بالقرب من حلفائها الغربيه. نعم، لكن سيد عماد قبل اسبوع تقريبا يمكن كان هناك مقابلة افتراضية عبر وسائل التواصل ما بين الزعيم الصيني والرئيس الأمريكي، ويبدو أن هذه المقابلة لم تؤتي مآربها بعد، ورغم كل هذه الأمور وجدنا اليوم أو منذ قليل وجود رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رغم تحذير وزارة الخارجية والرئاسة الأمريكية من هذه الزيارة، تحذير نانسي بيلوسي والتحذير من هذه الزيارة وعواقب هذه الزيارة على الولايات المتحدة. يعني من الواضح أن هناك يعني محاولات أمريكية حثيثة لجر الصين إلى أفعال غير مدروسة، إلى
او الى يعني ردود افعال غير محسوبه العواقب، وهذا يتعارض مع الثقافه الصينيه ومع السياسه الصينيه التي تدرس كل شيء يعني بشيء كبير من الحذر، وتاخذ القرارات بشيء كبير من الحذر والتريث، وتخضع كل شيء للنقاش والبحث. وبالتالي اتصور ان الصين لا يمكن او لن تقدم على شيء غير مدروس العواقب، وان هي تحسب كل شيء حساباته بشيء كبير جدا. اتصور ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تجر الصين وروسيا الى بؤره صراع جديده في منطقه جديده. سيد عماد، ان تلهي بها الولايات المتحده، تلهي بها الصين عن محاولتها يعني منازعه الولايات المتحده الامريكيه سيطرتها على العالم.